ما عرفت ناطر يلي مثل ما في ما. غزل بين نانسي عجرم وباسم مغنية، ممثل لبناني في المستشفى وربيع الأسمر، أبيع الكحول لكن لا أشربها. تفاعل كبير يحظى به كليب نانسي عجرم الجديد. الممثل اللبناني خضع لعملية جراحية دقيقة، وربيع الأسمر يثير الجدل بتصريحاته. مش شايف شي بيستاهل تبكي عيونك. أشاد الفنان اللبناني باسم مغنية بكليب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجديد لأغنية بدي حدا أحبه. وكتب باسم على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر: اختارت نانسي أعمالها بعناية عنيدة بخياراتها المتنوعة على كل الأصعدة، تشبه نفسها في حياتها وعملها، وهذا ما يميزها عن الآخرين. أغانيها كليباتها متنوعة قريبة من الواقع، ترفع القبعة لها ولفريق عملها ومؤخرا المخرج سمير سرياني. وبدورها ردت عليه نانسي عجرم بالقول: وكيف ما بدي حبك، انت اللي بموهبتك فردت حالك وبإصرارك استحقيت النجاح بجدارة. باسم: كل الحب والاحترام وكلمة شكر قليلة. بدي حدا حبه عن جد زهقت. ومن ناحية أخرى، نشر الممثل اللبناني أسعد رشدين صورة له على صفحته الخاصة عبر فيسبوك، ظهر فيها وهو على سرير المستشفى، وذلك بعد خضوعه لعملية تمييل للقلب وتركيب راسورات. وأرفق رشدين الصورة بتعليق: زمطنا حيث لم يزمط الآخرون، نظرة فابتسامة، فتليفون فموعد، فصورة أشعة فسكانر، فصورة من فوق الصوتية، فميل فرسورات. كان في شوية خلاف على الكلام. أوكي. بتزعج على المرة بالبيت. أي. بتنزل لوابر. هذا وأثار الفنان اللبناني ربيع الأسمر ضجة واسعة بتصريحاته التي أطلقها خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضمن برنامجها سر القصة. تحدث الأسمر عن امتلاكه محلا تجاريا لبيع الكحول، وقال: عندي محل لبيع الكحول بس ما بشرب، وبحافظ على صلاتي وصيامي وقراءة القرآن، ورح أترك قريبا الاسترزاق من بيع الخمر لأنه ما في شي بدوم غير ميل الحليل. شراب مثلا مش ما بتشرب، ولكن بتبيع كحول بمكان تمتلكه. صحيح. كيف هالحكي؟ صحيح. في أي قرآن؟ وأشار إلى وجود العديد من الفرص أمامه التي أتاحت له تعاطي الممنوعات كالشرب والحشيش من قبل فنانين ذوي مستويات عالية، لكنه ابتعد عن ذلك بسبب التزاماته الدينية من خلال العديد من المبررات والحجج. وأشار الأسمر إلى أنه أقدم على خطوة الزواج عدة مرات، حيث كانت المرة الأولى بعمر 17 عاما ليحصل الانفصال عند سفره إلى سويسرا، وتزوج مرة أخرى هناك لينفصل أيضا، لافتا إلى أنه ارتبط بعدها من امرأة سورية واستمر زواجهما حتى الآن.